نظم مؤخرا الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم سلامات مناسبة الدخول السياسي للحركة بالإقليم. جرت المناسبة بمدينة أم تيمان بحضور عدد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب إلى جانب الشيوخ التقليديين. هنا حسن سكايا. حشد كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم السلامات بمدينة أم تيمان. قام أعضاء المكتب بحملة تعبئة واسعة بهدف تشجيع المناضلين من أجل إطلاق النشاطات السياسية للحركة الوطنية للإنقاذ. وبهذا الشأن بدأت عمليات التوعوية والتنشيط للمناضلي والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ تحت عنوان تقوية وتفعيل النشاطات السياسية للحركة والأحزاب المتحالفة معها. رئيس اللجنة المنظمة للحفل في كلمته الافتتاحية شاكرا المناضلين والمناضلات على حضورهم المشرف معبرا عن سروره لإطلاق الحملة السياسية، كما دعا المناضلين والمناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ العمل معا من أجل إنجاح الحملة السياسية التشريعية. الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ إبراهيم موسى طلب من المناضلي الوقوف الدائم والمتواصل لرفع مبادئ الحركة الوطنية للإنقاذ. عقب ذلك عقد الأمين الإقليمي لقاء مع أمناء الحركة الوطنية للإنقاذ بالإقليم، حيث ناقشوا مسائل تتعلق بمعرفة كيفية تسيير الحركة الوطنية والالتزام بقرارات الجلسات التشاورية، وأن الهدف الأساسي من هذه الحملة العمل في الوصول إلى تحقيق الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة. نظم مؤخراً المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم إنيدي شرق مناسبة الدخول السياسي للحركة بالإقليم بحضور عدد كبير من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ. محمد عثمان بشير. من الملاحظ أنه في هذه الأيام ينشط مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ المتمثلين في المجالس الإقليمية هذه الأيام بشكل كبير، وكغيرها من مختلف المجالس الإقليمية لحزب بامينا، نظم المجلس الإقليمي لحزب MPS بإقليم يانيدي الشرق وتحديدا بمدينة أم جرس هذه المناسبة الخاصة بالدخول السياسي لاستئناف نشاطات المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بيانيدي الشرق، ذلك استعدادا للبدء في تنفيذ مشاريع وبرامج الحركة السياسية والاجتماعية والتنموية. الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم يانيدي الشرق الدكتور حسين عبد الله كاري دعا مختلف المناضلين بالإقليم على ضرورة العمل. أنا قبل فترة قبل أسبوع ولا أسبوعين كل الأسجر الجنوب اتبعنا مع سيد رئيس أو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ ولدكم أخوكم إدريس ديبيت نوف الجمال ووسان قبل ما نبدو قال نوصل لكم كلام واحد، الشغل اللي انتو سويتوه في الفترة الفات في السنين اللي فات ما نسى وما ينسى. كل القبائل التشادية كل ألوان التيف ولا دا أحمر ولا دا أزرق ولا دا دينك إيه ولا دينك بهمنا السلام والاستقرار. هذا وشهدت المناسبة مداخلات من قبل العديد من مناضلي ومناضلات الحزب جلها تنصب في كيفية وضع خطة متكاملة للعمل على تنفيذ مختلف مشاريع الحركة التي تترجم الرؤية السديدة لمؤسسها رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو من أجل جعل البلاد بين تلك الدول النامية.